من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين بإذن الله سبحانه لن يكون إلا خيرا للفرد وللمجتمع وللأمة كلها بإذن الله تعالى. لأن الفقه في الدين معناه أن يضمن لهذه الأمة أنها تسير وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى في تشريعاتها، في أحكامها، في تخطيطها لحياتها كلها، هي تسير وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. هنالك تصور يجب على الأمة أن تتصوره في حق الله سبحانه وتعالى وفي إيمانها، كما أنه أيضا بعد هذا الإيمان بالله وبعد هذا التصور الصحيح التي تقتضيه العبودية لله يأتي الدور الآخر وهو طريق العبادة لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان كما تدركون لا يعبد الله سبحانه وتعالى وفق ما تشتهيه نفسه أو وفق ما يمليه عليه ضميره أو وفق ما يتراكم عليه من القضايا في هذه الحياة التي يدرك المشرعون أنها قد تأتي بالخير على الناس، إنما يصل المؤمنون إلى الخير والمصالح بوحي الله سبحانه وتعالى. لئن كانت المجتمعات الأخرى حتى تصل إلى تشريع معين لا بد من أن تمر بتراكم من القضايا والأحداث والتجارب التي تجعلها تقرر مصالحها. فإن بلدان المسلمين وإن المسلمين أجمع حيث تعاملهم مع أنفسهم ومع غيرهم إنما يصلون إلى المصالح بشرع الله سبحانه وتعالى مباشرة. والنفوس قد تقرر مصالحها العارضة أو اللائحة أمام أعينها وأمام مرآها حينما تلوح لها بعض المنافع في الحياة، إلا أنها مع مضي الزمان قد تدرك أن تلك الأمور التي كانت تحسبها مصالح في حياتها أضحت مفاسد تجلب عليها دمارا.